بيب جوارديولا. جوارديولا دائما وابدا بيفاجئ الناس، يعني هو بيطلع كده بيخض الجمهور، مدرب مانشستر سيتي بيخض الجماهير وكل الناس ووسائل الاعلام بتصريحات غريبه جدا 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 كعادته، يعني بعد الفوز الاخير على بريستول سيتي بثلاث اهداف والتاهل لدور الثمانيه بكاس الاتحاد الانجليزي، قال جوارديولا على لاعب الوسط الارجنتيني بيروني اللي دفع بيه من على مقاعد البدلاء لدقائق قليله في مباراه. قال بصراحه يا جماعه يعني مش هخبي عليكم، انا ما كنتش اعرفه وما كانش يعرفه حد من لعيبه مانشستر سيتي ولا هو كان يعرف حد من اللعيبه، وتعاقدنا معاه بعد توصيه من كشاف النادي في امريكا الجنوبيه اللي رشح لنا قبل كده طبعا خيسوس، يعني قال اللي هو رشح لنا الراجل فاحنا واثقين فيه. وبيروني من الصفقات او هو الصفقه الوحيده لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتويه الاخيره، وانضم للفريق من نادي فيلز سارسفيرد الارجنتيني مقابل 11 مليون يورو، ووقع مع السيتي على عقد يمتد 5 مواسم ونصف. ولكن كانش ليها يعني كانش ليها فكره ما كناش نعرفه، ولكن شكله لعيب هيكون ليه مستقبل. نروح لفريق ليفربول بعد الفوز على وولفهامبتون طبعا في الدوري الانجليزي. قال كلوب المدير الفني ان فريقه تعرض لضربه قويه جدا امام ريال مدريد بالرغم ان هو لعب بشكل ممتاز في الشوط الاول، وقال كنا الافضل بشكل كبير ولكن نزلنا الشوط الثاني بصوره سيئه جدا جدا جدا. قال لاعبتنا ظهروا بثبات اكبر ومستوى اكبر مع ولفرهامبتون ولازم يكملوا بالشكل ده. وقال كلوب عن مواجهه مانشستر يونايتد في الجوله اللي جايه انها مباراه كبيره جدا امام فريق من افضل الفرق الموجوده، مستوياته كبيره جدا وبيتطور بشكل كبير، لازم نستعد لهم بقوه وقتال وهو ده اللي هيخلينا نكسب اللقاء. طبعا مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد هي يوم الاحد اللي جاي الساعه 6:30 مساء في قمه الجوله ال 25 من الدوري الانجليزي، وهي مباراه مرتقبه بشكل كبير جدا. بالكلام على مانشستر يونايتد، فإيريك تنهاج المدير الفني لليونايتد اشاد بالمدافع طبعا هاري ماجواير بعد فوز يونايتد على ويست هام بنتيجه 3-1 في كاس الاتحاد الانجليزي. تنهاج طبعا قال ان ماجواير سيطر على الدفاع وكمان عمل دور هجومي في بعض اللحظات بشكل جيد جدا من خلال التمريرات المتقنه والمشاركه بينه، طبعا المشاركه والتوفيق كان بشكل كبير جدا مع اللعيبه. وكشف تنهاج سر مساعدته لماجواير وقال انه من خلال التدريب الفتره اللي فاتت قدم ليه فيديو علشان يعرف يتعامل مع المنافسين، وده كان له تاثير كبير جدا جدا على استحواذ لاعب الكره واستحواذ يونايتد بشكل عام وبناء اللعب بشكل كبير. واكد ان هو مدافع من المدافعين اللي بيعرفوا يلعبوا كره جيده، يعني مدافع مهاري ويدافع بشكل مميز وطريقه قويه جدا جدا. طبعا الكلام ده انا شايفه ذكاء من تنهاج صراحه. ماجواير اي حد كده من مشجعين مانشستر يونايتد قول له ماجواير هيضحك، هو كان الافيه بتاع الموسم. قول له ماجواير يا عم، بس يا عم ما تقولش كده، بصلي على النبي. فهتلاقي في ضحك في الموضوع. جمهور اليونايتد كان بيقول لك احنا بننزل ناقصين، ده ماجواير مع الفريق الثاني. دلوقتي اتطور بشكل كبير، ده بفضل مدربه بيشتغل معاه نفسيا، بيشتغل معاه معنويا، اللاعب تطور بشكل كبير. هو ده الدور اللي بنتكلم عليه مع اي مدرب.